من وقت أزمة فيروس كورونا وبدأ يكون في إقبال كبير من الناس على التجارة الإلكترونية والدفع من خلال الفيزا والدفع أيضا من خلال كارت الخصم المباشر. عشان كده أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية امبارح إن حجم التجارة الإلكترونية في مصر ارتفع إلى 6 مليار دولار، ده بفضل تشجيع الحكومة للرقمنة والتوجه إلى تقديم الخدمات والمدفوعات من خلال منصات إلكترونية حديثة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. صباح الخير عليك يا فندم. اهلا، صباح الخير يا استاذ محمد والاستاذ جمال. يا اهلا بحضرتك. عايزين نعرف في البدايه دلاله هذا الرقم، ده رقم كبير يعني بنتكلم 6 مليار دولار، وهل تتوقع زياده هذا الرقم خلال الفتره القادمه؟ هو اولا نحب بس نعرف للمشاهد الكريم ايه هي التجاره الالكترونيه. التجاره الالكترونيه ببساطه هي عمليات البيع والشراء للمنتجات والخدمات عبر شبكه الانترنت، والدفع رقميا او الكترونيا سواء بأي بطاقة بنكية أو من خلال أي بوابات دفع إلكتروني. طيب المراحل اللي بتمر بيها التجارة الإلكترونية هي 4 مراحل. المرحلة الأولى البحث عن المنتج أو الخدمة، المرحلة الثانية إذا عجبتني الخدمة أو المنتج بدخل في مرحلة الشراء، بعد مرحلة الشراء بتيجي مرحلة الدفع الإلكتروني، ثم مرحلة تسليم البضاعة عبر سلاسل الإمداد. الرقم اللي حضرتك قلته أستاذ محمد هو جزء صغير من حجم التجارة الإلكترونية في مصر، لأن حجم أنواع التجارة الإلكترونية بشكل عام في العالم وفي مصر هم 6 أنواع. في مجال قطاع الأعمال في 3 أنواع، بي تو بي يعني من شركات إلى شركات أو بزنس تو بزنس، يعني شركة بتبيع منتجاتها جملة لشركة أخرى، أو بي تو سي يعني بزنس تو كونسيومر يعني شركة بتبيع لمستهلك مباشرة، أو سي تو سي يعني سيتيزن تو سيتيزن أو مواطن لمواطن بيبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. النوع الثلاث أنواع الثانية هي القطاع الحكومي، جي تو جي من قطاع حكومي إلى قطاع حكومي آخر، يعني على سبيل المثال وزارة البترول والثروة المعدنية بتبيع الغاز بتاعها مثلا لوزارة الكهرباء عشان محطات الكهرباء، أو جي تو بي يعني الحكومة بتبيع للشركات، أو جي تو سي الحكومة بتبيع للمواطن زي فواتير المية والكهرباء والغاز. الرقم اللي اتقال الحقيقة أقل من حجم التجارة الإلكترونية الفعلية في مصر اللي يصل إلى ما يقرب من 30 مليار. إن الرقم ده يدوبك يعبر عن البي تو سي اللي هو شركات بتبيع لأفراد. أولا زي ما حضرتك قلت مصر تطورت جدا في البنية التحتية التكنولوجية، وده اللي بيزود بسرعة جدا حجم التجارة الإلكترونية وحجم التعامل من خلال الاقتصاد الرقمي لمصر. وهنا لازم نشير إلى أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيقول في خطاباته واجتماعاته لابد وأن نهتم باستخدامات التكنولوجيا الحديثة وخاصة التحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي. مصر فيها آلاف من منصات التجارة الإلكترونية سواء مملوكة لقطاع خاص أو بعضها مملوك لقطاعات حكومية معينة، كلها بتبيع سواء للأفراد أو للشركات. عشان كده بنقول التجارة الإلكترونية عالميا مزدهرة جدا، لأن حجمها وصل إلى ما يقرب من 25 تريليون دولار، وده يمثل حوالي 25% من الاقتصاد العالمي الذي يبلغ 100 تريليون دولار. في المنطقة الاقتصادية عموما في المنطقة العربية حجم التجارة الإلكترونية حوالي 230 مليار دولار بنسبة حوالي 6%. احنا بنقول في مصر يمكن أكثر من 30 مليار دولار سنويا في جميع الأنواع المختلفة، وأنا أعتقد كمان النسبة بتزيد لأن سرعة الإنترنت بعد تطوير البنية التحتية التكنولوجية في مصر زادت من 5 ميجا بت بير سكند إلى 46 ميجا بت بير سكند. كل ما بتزيد سرعة الإنترنت كل ما بنوفر الإنترنت في المحافظات الحدودية، وخاصة بعد إطلاق القمر الصناعي تيبا 1 بقى في إنترنت فائق السرعة عريض النطاق. بكل تأكيد في المحافظات طيب الحدودية يعني كل ده ساهم بشكل كبير جدا في تطوير وزيادة حجم دكتور عبد الوهاب. الحقيقة يعني حضرتك كلمت ان هو يعني هذا الاقتصاد الرقمي هو اقتصاد ضخم، ويمكن الرقم اللي تم ذكره 6 مليار دولار ده يعني جزء بسيط جدا. حضرتك قلت ان احنا في مصر بيتخطى ال 30 مليار دولار. عايز اعرف من حضرتك يا فندم
لأي مدى الاقتصاد الرقمي ممكن يفيد الاقتصاد المصري بشكل عام؟ وهل الاقتصاد الرقمي ده لو هنتكلم زي ما حضرتك قلت البي تو بي، لو شركات خاصة، يعني شركات خاصة لشركات خاصة على سبيل المثال، أو البي تو سي الشركات لمواطنين، أو السي تو سي يعني مواطن أو لمواطن آخر؟ عايز أعرف من حضرتك ده بيكون داخل حيز الاقتصاد الرسمي ولا لسه مش كله جزء؟ يعني عايز أعرف من حضرتك التفصيلة دي كمان لأنها مهمة جدا. هو الحقيقة مصر بتسعى بقوة جدا في منظومة الشمول المالي اللي هي زي ما حضرتك قلتي، معنى الشمول المالي هي دمج الفئات المهمشة والاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. احنا الحقيقة وصلنا إلى نسبة 56.2% شمول مالي، معناها عندنا أكثر من السكان اللي سنهم يتعدى 16 سنة بيتعاملوا رقميا سواء في البيع والشراء، لكن ما زالت عندنا نسبة مش قادرين ندخلها لأنها محتاجة نوع من الحوافز ودعمها بشكل أو بآخر علشان تكبر مشاريعها. لكن إحنا في مصر الحمد لله إحنا مشاريع الاقتصاد الرقمي وخاصة المرتبطة بمشاريع ريادة الأعمال وفيها نوع من الابتكار و يعني الإبداع، لأن الاعتماد الرقمي أساسا هو معتمد على الإبداع والابتكار. صحيح. لو في دقيقة تسمحي لي أقول لك الفرق بين الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الرقمي. الاقتصاد التقليدي كان قايم تقريبا على ثلاث أشياء: الأرض اللي هي الموارد بشكل عام، الرو ماتيريال زي اللي بيطلع منها بترول وغاز ومواد معدنيه وزراعه وغيرها، ثم راس المال، ثم العماله. في الاقتصاد الرقمي استبدلوا تقريبا الرو ماتيريال الارض بعقل الانسان، بقى عندنا عقل الانسان اللي هو فيه ابداع وابتكار هو ده المورد الرئيسي للاقتصاد الرقمي، بمعنى ان في دول ما عندهاش بترول ولا مواد خام ولا زراعه ولا اي حاجه وبقت اغنى دول. ليه؟ لانها عندها منتجات ذكيه كلها ابداع وابتكار. انا لما اجي اشوف النهارده واحد عنده مصنع والاف العمال بيكسب مبلغ معين، لما يجي شاب بيبتكر مثلا تطبيق استدعي بيه تاكسي يكسب مليارات، هو ده ابداع. صحيح. وابتكار. دايما العنصر البشري هو الاهم في هذه المنظومه. احنا بنشكر حضرتك طبعا، وعشان كده فخامه الرئيس استاذ محمد فضل. لما زار من 5 سنين جامعه كفر الشيخ قال للشباب اللي في كليه الذكاء الاصطناعي احنا عايزينكم تتخرجوا لان محتاجينكم في المدن الذكيه الجديده. مصر النهارده بتتغير وداخله في تعامل كبير جدا بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وتحليل البيانات الضخمه، وخاصه مع بناء اكبر مركز معلومات في الشرق الاوسط، عقل مصر اللي هو في العاصمه الاداريه الجديده. شكرا جزيلا لك يا فندم دكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. الف شكر لك.